صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده تاني يوم اهوت في المنتجع. امبارح كنا تعبانين قوي، نمنا بدري وصحينا بدري. إيه، هنروح نفطر دلوقتي ونلف في المنتجع ونروح البحر ونشوف يومنا عامل ازاي. ويا قابلتي يا قابلتي يا قابلتي يا قابلتي لايك يا قابلتي، هنفسحك وانتي قاعده. والله يا قابلتي، والله ما انا مقوماكي من مكانك، هتشوفي الدنيا كلها وانتي قاعده، وما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنات؟ احنا وصلنا للمطعم، بس انا قلت ايه اصور لكم كده قبل ما ايه الزحم قبل ما يبتدوا. في هنا حاجات بقى، اللبن ومية سخنة والقهوة، وفي لبن بارد. وفي هنا على الفطار فاصوليا بيضة، بس اكيد بقى اجانب بقى هما اللي واجدين على الحاجات ديت. وفي هنا بيض، المفروض بيض مسلوق، لسه ما خدتوش البيض، هما لسه ما ابتدوش، بس انا قلت ايه اخش اصور لكم. هنا هنا ده جزر مهروس. وهنا صدق بالفلفل. وهنا دي طماطم مشوية. وهنا البطاطس لسه ما حطهاش، بس جوه اهي لسه هحطوها. دي بطاطس مشوية. وهنا بليلة. وهنا بتعمل زي ما بتقولوا البيتزا. وهنا فاصوليا بيضة برضو. صباح الخير. ده هنا إعادة اللي هناك. صباح النور. عامل حاجة؟ لا بصور بس. طب ثواني ارفع لك انا الحاجة. ايد محمد، محمد ايد البوفيه. شكرا. ارفع لك الناحية التانية برضو وتاخدي من الأول. ما انا اخدته من الأول. هنا إعادة للي هناك. ايه ده البوفيه؟ ما يصير تصور من هنا. تسلم لي يا رب. الله ينور عليك. ايوه كده يا عم بقى، ايوه كده. والناحية التانية. دي بطاطس مشوية. وده صدق برضه. وخضار. بالبصل والطماطم. وهنا بليلة. جزر بوريك. وده هو الجزر بوريك. الله ينور عليك. هنا هنا بتعمل فطاير ولا ايه؟ هنا كريب. هنا بتعمل الكريب. وهنا بقى كورن فليكس. في بالشوكولاتة. وهنا سلطات. هنا كتر خيرهم، نوروا الإضاءة عشان إيه يبقى الأكل واضح ليك. وهنا في دانش بالتفاح، ودانش بالزبادي، وجوه في دانش بالشوكولاتة، وهنا دانش
بالسكر. وهنا الباتيهات، هنا بقى في باتيه بالشوكولاتة، وهنا دانش بالتفاح برضو، دوت دانش بالبلح، واللي جوه وده دانش بالفواكه، اللي جوه ده بالموز. ايوه بالموز. الله ينور عليك. وهنا عصاير، وفي جوه كمان بعصاير اللي هي الكاكولا والسيفن والسبرايت. وهنا الفواكه، دي فواكه مشكله، وبرتقان وجوافه. وهنا ده زبادي بصوص الرمان، واللي جوه ده شوفان، واللي بره مربات، مربى فراوله او لا، وفي مربى تين. وده اللي جوه ده زبادي بالنعناع، وده زبادي ساده. وهنا صوص الشوكولاته، وبيبقى فيه عسل وزبادي برضو، واللي جوه دي زبده. وفي هنا بقى الجبنات، في كاتشب ولانشون دجاج، وجبنه شيدر مطبوخه، وفي لانشون وجبنه شيدر، وهنا جبنه بطماطم، وده بيتهيألي زبادي، وفي زبادي بالنعناع وزبادي ساده. وهنا بقى في الخضره، في بقدونس، في خس، في فلفل احمر وبصل وخيار، وفي مخلل، في كابتشو، وفلفل اخضر، حاجات تفتح النفس يعني. وهنا العيش بقى ايه، والمعجنات، ده توست، هما عشان لسه ما فتحوش بس، وده عيش كايزر مغطين اغلبيه الحاجه، وده عيش بحبه البركه، وده العيش الابيض بتاعنا، وده عيش كايزر. وهنا باتيهات المطعم، بصراحة كبير قوي، هو هنا المطعم الفطار بيبتدي من الساعة 6 الصبح، بينتهي الفطار لوحده من 6 ل 11، الواحد ممكن يفطر مرتين ولا حاجة. بصوا هوريكوا المطعم، بصوا مساحته كبيرة ازاي، مساحته كبيرة قوي، واكلهم بصراحة تحفة، والغدا امبارح كان تحفة، جميل قوي عجبني، والعشاء كمان كان حلو. العشاء امبارح اتعشيت كفتة وفراخ مشوية، وبصراحة اكتر حاجة عجبتني هنا المعاملة، يعني مثلا ما يعملوش الاجانب غير المصريين، لا يعني هنا من اول يوم الناس اخدت عليا واتعرفت عليهم، حتى دخلوني اصور وهما لسه بيبتدوا، لسه ما الفطار ما ابتدشهم، بس هما بيبتدوا هيحطوا الاكل وكده. احنا اول ما يبتدوا، احنا دلوقتي الساعه داخله على 6، هيفتحوا كمان حبه كده الفطار، هنفطر وبعدين نروح بقى ايه الشط، نشوف الشط وننزل البحر. وخليكم معايا، ويقابلتي قابلتي قابلتي قابلتي، خليك معايا، ولا تروحي ولا هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. البحر هنا تحفة ولونه جميل،
يا بنات السمك. الله جميلة. بصي كبيرة قد ايه؟ كبيرة. بصي الاطفال سبحان الله سبحان الله. بيعدي ده ولا حاجة؟ بصي بتجري ورا التانية ازاي؟ ورا الخضرة الزغنونة. لا وبص الثلاثة اللي عندك دول هيطلعوا. سبحان الله. ودي ميه هنا كما تروح ده بحر احمر ده. طب ده اشرف اسود ده جميل. ايوه قلت لي هناك دي كبيره قد ايه؟ لا هناك البيتة دي. بصي راحت فين؟ ايوه باين. لا وبصي صغيرين دولت. نفس امسك واحده مش عارف. لا ودولت ما بيعدوش ولا حاجه. وانا بلاقي واحده صغيره وانا مسكها. وبصي البيت واخضر وازرق كل الالوان والله. ودي الصوت. احمد فين؟ قاعد ورا الراجل ده. وطلع يعني خلاص؟ يلا بقى عشان عارف الشمس بقى. الشمس نار هنا تبعيد. احنا طلعنا من البحر وقلنا ايه نيجي هنا نقعد على حمامات السباحة شوية. دوت حمام السباحة الرئيسي في المنتجع. بس احنا دلوقتي عشان لسه بدري فاضي مش عليه زحمة يعني ولا حاجة. وطول ما انتوا ماشيين بقى في بارات مشروبات طول النهار. ده هنا بار في قلب حمام السباحة. صباح الخير. ابتديت ولا لسه؟ في شاي هنا؟ شاي؟ بتعملي بره؟ امال هنا مشروبات بس؟ لا الشاي برضه هنا بس حضرتك بتعملي من هنا والمشروب. من هنا؟ طيب. وفي لبن؟ في لبن. طيب. استنوا بقى هنعملوا شاي كده و هاخدكم جولة كده في المنتجع. هو دلوقتي الناس اغلبيتها نايمه بيسهروا بقى واغلبيتهم اجانب وكده. فانا قلت ايه في الروقان كده بصور لكم.
المنتجع واسع وفيه ألعاب ترفيهية. واحلى حاجة بقى في المنتجع ايه؟ الواحد من ساعة ما بيخش بتفاجئ اي حاجة، وطول النهار بقى اكل ومشروبات كده فرح يعني، والمعاملة حلوة قوي. احنا النهاردة رحنا البحر، البحر حلو وتحفة وكل حاجة، بس احنا مش واخدين عليه، في سمك زي ما وريتكم كده، فالواحد مش واخد عليه. هنا برضو كافيتريات، وفي ركن للشيش، الشيش بس هي اللي بتدفع لها فلوس، لكن اي مشروبات من غير فلوس. الواحد من ساعة ما بيخش بيلبسونا اسفرة، احنا بتاعتنا خضرة مكتوب عليها اهي شارم دريم، احنا بتاعتنا خضرة، لكن بتاعت الاجانب على اورانج. زي ما تقولوا برضو عشان العمال يبقوا ايه عارفين، الاجانب ممكن يشربوا خمور حاجات كده، لكن العرب لا. احنا كل ده في حمام السباحة الرئيسي. وهنا عادي بقى تلاقوا الناس ايه لابسه مايوهات بيكيني وكده، يعني عادي قبلسين شويه. بصوا هنا الاوض حلوه، والاوض نظيفه نظيفه قوي. وهنا مكان للعب الاطفال، كيتسيريا. احنا اوضتنا ايه بالاوض اللي في الوش ديت. وهنا حمام السباحة تاني، اكيد اجانب برضو حلو، بس بيتهيألي مش دافي، في بيبقى حمامات سباحة دافية، بس لسه معرفش انا واحد. وهنا برضو في حمام سباحة تاني، هو منتجع اغلبيته حمام سباحة، بس حمام السباحة اللي احنا رايحين دوت ده غريق، كله غريق، ده 3 متر و10. يا ابليش يا ابليش يا ابليش، ما تنسيش اللايك، فرحوا قلبي، بفسحكم وانتوا قاعدين في بيوتكم اهو، والله والله ما انتوا قايمين.
في هنا بقى مدينة ألعاب مائية كبيرة. إن شاء الله بكرة هنروح. وفيه جيم. انا تعبت بصراحه، القريه كبيره مش عارفه اجيب اولها من اخرها. في اوضه اهي، السلام عليكم. امال فين حمام السباحه الدافي؟ ده اللي تحت ده؟ مش سخن؟ هو اسمه سخن، اسمه سخن بس لسه ما سخنش، يعني مش معاك دلوقتي. امال امتى طيب؟ هو في الشتاء. في الشتاء؟ المي اصلا تلج. رحنا مش برد يعني جامد زي الحمام الدافي. رحنا البحر لقيناه تلج، جينا هنا لقينا المايه تلج. زي الحمام ده مش زي الحمام الاساسي؟ لكن ده في الشمس وبتاع وبعدين. طيب نجيب الحاجه هنا بقى. بصوا هنا حمام السباحه ده عامل ازاي؟ شوفوا جميل قوي. في واحد تاني تحت اهو. ادي واحد تاني، بس زي ما يعني احنا هنا في المنتجع حوالي عيلتين يا تلاتة عرب بس، لكن الكل الباقي اجانب. الاجانب هناك على البحر وحبة كده بقى ايه، يخلصوا البحر يجوا على هنا. انا بصراحة المنتجع مش عارفه اجيب اول من اخر.